السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبايبي اللي معكم في فيديو جديد. طبعا يا جماعة الخير اليوم ان شاء الله حنعمل لكم هيك اجواء رمضانية. طبعا ان شاء الله هنعلق شوية زينة وطبعا حنطلع الكتاكيت يتمشى في الارض. طبعا كل عام وانتم بخير بقدوم بحلول قدوم الشهر الفضيل. عادها الله علينا وعليكم باليمن والبركات. طبعا يا جماعة الخير ان شاء الله في الفيديو هذا حنطلع الكتاكيت وحنعلق الزينه, فحيكون اشي حماسي كتير. فايش مستني؟ انزل تحت اول حاجه البس حزمه الامان وانزل تحت واشترك في القناه وسجل اللي هو اللايك تبعك وخلينا نروح وليتس جو. مرحب مرحب يا هلال, أهلا أهلا, كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال, أهلا أهلا, كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا, والله يرانا ويسمعنا, نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان We'll be right back.
مين اللي نايمين؟ وينهم؟ خلاص تعال تعال سيبهم نايمين. ما شاء الله. يلا اخبط 5 5 5 5 يلا 5 5 5. طيب يا جماعة الخير، انتهينا من تعليق اللي هو الأعلام. قمنا بتعليق الأعلام على طول وعلى طول هان سادات القدوم شهر رمضان الفضيل، أعاده الله علينا باليمن والبركات، وكل عام وأنتم بألف خير. طبعا حطينا هان زي كمان أعلام أجواء رمضانية هيك، على اساس ان احنا لما نقعد هان نشر هيك في الاجواء الرمضانيه. وطبعا يا جماعه الخير انتم شايفين هذا منظر كثير. سكر الباب يا ادم، خلينا نفرجيهم. سكر طبعا اشي خفيف هيك بخلي الارض هيك او المكان حلو. مش مهم يكون اللي هو مكلف، مش مهم يكون مكلف، ولكن الشغله يعني انه شهر فضيل وحابين ان احنا نستقبله هيك، يكون هيك شهر خير وشهر اللي هو حلو علينا. فان شاء الله حجيب كمان وحعلق على البيوت هذيك ان شاء الله اذا ربنا اراد. طبعا خلينا نروح نضب الكتاكيت. يلا يا بابا نضب الكتاكيت ونخلص مع المتابعين. يلا حبيبي هات الكادي، هات هذه. طبعا الاولاد سعيدين جدا جدا لانه علقنا الزينه وهيك يعني. طبعا بسم الله ما شاء الله هذول البراهمه يعني كبروا بسم الله ما شاء الله. يلا بس يلا يلا يا بابا عايز اسبرها. ما يلا يا بابا سعيد. طبعا انا حطيتهم ها في القفص. يلا حلو. يلا حطوا حطوا عايز اسبرها. ما حلو بسم الله حطوا ولا تنزل. هو مو مشاغب شايف بسم الله ما شاء الله. روح جيب السوسان. يلا طبعا جوز الجمام هذا ما فرقناش طول واحنا بنعمل وهو حوالينا وبطير حوالينا. جوز الجمام هذا والعصافير كمان، فكان كتير كتير المشهد حلو، عصافير وجمام وحمام وحاجات حلوة كتير وأجواء رمضانية حلوة. طبعا ضبناهم وبسم الله ما شاء الله عليهم بتفاعلوا ما شاء الله. طبعا المكان نظيف زي ما شايفين قش، وهذا هو السمان صراحة لسه ما جبتش. طبعا هذا الجوز طلاقي طلع عندي صغلي لسه طلاقي هو وأخوه. وصراحة أنا ملاحظ يا جماعة الخير إنه الفرعوني في مبادرة حلوة، بلاقي الأنثى نازلة داخلة في العش اللي أنا صنعت لها إياه.
فان شاء الله يكون في مبادرة حلوة. وبس أتمنى تكون أجواء رمضانية عجبتكم وتعليقة الأعلام عجبتكم، وإن شاء الله نكون وصلنا لكم هيك فرحتنا في قدوم شهر الفضيل شهر رمضان. وكل عام بخير. وبس حبايبي هيك نكون وصلنا لآخر الفيديو. بتمنى لو عجبك الفيديو اصلح لايك، لو أول مرة بتفوت قناتي ياريت تعمل سبسكرايب تفعيل تنبيه الجرس الفائق بحيث زي اللي يصلك كل جديد. حبايبي مش عليكم يوم ابتسامة أكثر من الصلاة على النبي، تذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام يا جماعة. أهلا كيف الحال، قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال، قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار.